سلام الله عليكم ورحمه الله مشاهدينا. لا أسن الجمعه اللي نروح نتلاي في غزه نتلاي في غزه نتلاي في الحرب العدوانيه ان اسرائيل في غزه امرا نولى اسد نولى نحكي في السياسه ديال الجزائر نحكي في الدخول الاجتماعي نحكي ايضا في التغييرات اللي نيجين عبد العزيز بوتفليقه ديال المجال العسكر غير الرؤساء النواحي العسكريه كذلك ديال المستشارين النس يكس الكثير من المستشارين قرن مكش يكسيهن عبد العزيز بوتفليقه بالسرعه هذه نثني ايضا في على امور اخرى مع ضيوفنا الكرام سي رمضان اوراق رئيس الوي المركز اللوراس. مرحبا بك سي رمضان. مرحبا مرحبا دكتور عثمان ماذا الحوالي؟ الحمد لله سي رمضان. انا نثني الجمعه اللي هوكير نثني في غزه اسن نثني نعاود نولى نحكي في الدخول الاجتماعي يعني ترى لاش الفرق بين الدخول الاجتماعي نسقاسا نغل العام ايضا وليش الفرق؟ الو الو الخط متقطع الو نولى انتو ثلاثة سي رمضان في السؤال نغي في الدخول الاجتماعي اي يعني ترى الا الفرق الدخول الاجتماعي نسقاسا نغل العام اللي يقدر يروح ونشاش الفرق الفرق التشكيلي يعني ديكوري فقط يعني نغير لون بلون اخر لكن المضمون يبقى نفسه ما تغير والو هي واضحه لازم نغير ونجيبوا الدوين العبادي جديد انا العائلات مش العائله تستفاد اكثر من الفئه ياسن يعني الجهات يعني فرق تسود هذه سياسه بريطانيا العظمى مش يكون تغيير شكلي لكن مضمونيا ما يبقى يعني شنو قرض تحريك الطاوله المرميطه تتحرك وخلاص تغيير يعني ديكور فقط ديكور لا اكثر نعم اذا مش نغيروا المنظومه لازم نغيروا التركيبه السياسيه تاع الدوله لازم تكون معارضه حقيقيه لازم نغيروا القوانين الانتخابيه لازم نغيروا الاولويات نعطيوا للتعليم والبحث العلمي اولويه اكثر من الرياضه والثقافه تاع كما يديروا تاع الشاب خالد والجماعه تاعهم اي لازم هذه هي كي يكون حاجه ضمنيه يعني نغير يعني بطريقه نوعيه التركيبه السياسيه بطريقه تشكيل النخب تشكيل الممثلين الجهات او المناطق العمل يعني وتكون اطارات يعني مش تكون عندي اطارات قادره على مواجهه التحديات الدوليه والاقليميه لازم تكون مدارس حقيقيه تعمل يعني مرقاش رمضان احنا عندنا الجامعات نتاعنا المستوى نتاعها انخفض اخفض من جامعه الصومال للاسف يعني قرن مرقاش رمضان الدخول الاجتماعي قرن باللي النقابات هي يقين الحوار يقين المفاوضات سميه المكتشف اذ الوزارات هي وزاره التعليم وزاره الصحه وزاره الاشغال العموميه وزاره التكوين المهني وزاره العداله وقارن باللي الحواريه وليش النتيجه لا تهددني مير خصنا ذيك الاعتصامات خصنا ذيك الاضرابات تثلين في الاجور نسن تثلين في الحقوق نسن في المطالب نسن ام كني شك ذي البدايه وليش الفرق للدخول الاجتماعي سنه 2013 والدخول الاجتماعي سنه 2014 هي هذه الروايه نسمعها دوما يعني يجيبوا العناصر او الوجوه اللي هم يتحكموا فيها ومستفاده من النظام ويحاورهم يعني هو كان النظام يحاور نفسه عبر المراه نتاعه يعني يشوف يروح ويحاور نفسه هذا من جهه، من جهه اخرى هذه الملفات واعاده الترتيب واطلاق مشاريع هذه كلها المصاريف تجي من الخزينه يعني واحد يستفيد من الجمعيه هذه من الاجتماعات من النقل من الاذاعه من الاعلام هذه يعني هذا الماكينه الاعلاميه والسياسيه كي تدور هذا البلد نتاعك كي تدور تسحب المال من الخزينه يعني الناس تستفاد حتى من هذه الحركات البهلوانيه ولكن هنا قارن نان سي رمضان نان ذي العمل الانتخابي ثاني الرئيس بوتفليق قارن بلي المشاكل هي ماشي مشاكل ذي مقران مشاكل صعبين في اللانغ نشينا نقل حلول ذي وقت سريع جدا فقط كميم تعال وغير الصناديق فوطان في بوتفليقه الامور اسهل امير العباد ولا انتو ثلاين في المشاكل هي نسن اموزيك ذي الصحه ذي العداله ذي التعليم خصوصا يعني ترى الكلام الحديث هي انتو ثلاين في الحمله الانتخابيه مجرد الوعود نغمت هي ليست وعود هذه يمكن قرش في الوعد هي عباره عن اليه ميكانيزم شيء مشي ولا مشي الاله التخديريه للعقول والبشر والجزائري يعني هذه واضحه
اما كي نجي نغير انايا ما نغيرش الواقع ولا نغير الخطاب الشكلي، لازم نغير المضمون. يعني كي يجي واحد فاسد لازم يقاضى، يعني في المحاكم في ناس كثير الفساد حتى وصل الريحه نتاع وصلت حتى لايطاليا واسبانيا وفرنسا وحتى الولايات المتحده. هذا من جهه. من جهه اخرى احنا واش نحبوا يرجعوا المجد تاع الجزائريين حتى اللي كان في السبعينات. اذا عندنا حتى اختلافات مع المنظومه السابقه الاشتراكيه والقرى النموذجيه، رغم ذلك كان هناك الجزائريين كان عندهم مركز في الدوليه اقليميه. علاش؟ باسكو احنا نذكروا في الوقت هذا كان يعني كانت امكانيه للفقير يوصل، يعني واحد من القريه يقدر يوصل وزير. يعني على الاقل يرجعوا هذيك المنظومه تكون مبدئيه، يعني تحضيريه، وبعدين احنا ندخلوا في اللعبه الديمقراطيه مثل الدول العظمى ولا الدول المتقدمه. اما الاشكاليات والديكور وتغيير الاسماء والعناوين، هذا ما يغيرش من الجسم، لان اذا الجسم فيه سرطان الافلاس والرداء وعدم الاهتمام بالجيل الصاعد، هذا يعني كي تزوق من برا ما يعطيك والو. يعني الامور تبقى ثابته، وعلى بالاحرى تبقى تذهب الى الوراء، يعني بخطوات يعني حثيثه. يعني امكن يا رمضان، امكن ذي ميرا العباد ذي ميرا قارن باللي ذي التعليم والعاد المشاكل لان 2013 2011 لهنين 2014 تثلين ميرا في الاكتظاظ الاكتظاظ في الجامعات، يعني الاكتظاظ ذي المدارس، ذي المدارس الابتدائي ذي المتوسطه المدارس. يعني اموزيك يعني وليش الحلول الناجعه مقارن الحلول الوافيه باش هذرك نسي المشاكل. هي اما الحديث هي ذي التعليم نفسه ذي العداله يميرا ربما سليد طيب لوح يخشى ذيق الاصلاحات من دار جديد ذي العداله العباد يميرا اللي نتبع شؤون السياسه ذي الجزائر قرن متى هي قال الاصلاحات هي ذي العداله ذي التعليم ذي 10 سنين ذي 9 سنين يميرا هذا ولا ان نحكى في العاده في الاصلاحات هي من جديد. هي مثل ما هي اصلاحات، هي فقط عنوان لتمرير الوقت وربط الوقت ماش يسكنوا، هذه تقدير فقط. اما اذا نحب نحن نعمل كما نقولوا حنايا اصلاحات، اول شيء اصلاحات في المجال القضائي والعدل، هذا مليح لان تكون المساواه وكل واحد ياخذ الحق نتاع، هذا شيء مهم باش ما يكونش احتقان، ما يكونش الناس تكون عندهم يعني نزعه ماشي مليحه تجاه الدوله لان الحقوق نتاعها مهضومه. نعتبر اذا حقيقه فيه نيه صالحه مش تكون اجراء تعديلات في المنظومه القضائيه وفي مؤسسات العدل، مش كل واحد يكون له حقه، هذا عربون جيد من اجل بناء دوله، يعني مش بناء مجتمع متهلك ومبني على الفساد. طيب نيه صالحه طبعا. إميرا رمضان نولا نحكي في البريزيدان، نولا نحكي في الرئيس عبد العزيز بوتفليقه. إميرا الاحزاب يعني الاغلبيه نسن قارن ذي هذا الوقت اللي ذي الوقت باش نروح غير الماده 88 الدستور، خاطر الا الفراغ ذي رئاسه الجمهوريه ونزريش الرئيسيه ويخاطئ ويقيش الخطاب الرئيسيه ويثليش الشعب سي المنتم قرانف موك شي ميرا يعني ترى نثلي امك قارن الاحزاب ميرا نروح غير الماده 88 باش نثبت العز نغ المرض من الرئيس نغ راح. هو اصلا بعد ما في استوى الانتخابات انتخبنا الرئيس وشكلنا الحكومه، يعني خلاص يعني كما نقولوا حنايا بعد كما نقولوا حنايا جات الضربه خلاص، يعني كي نغيروا الرئيس هو رئيس الله يشفيه. احنا ايه؟ من الناحيه الانسانيه ومن الناحيه الاخلاقيه نتمنى له الشفاء العاجل ماشي ولا مش يرتاح يعني هذا، لكن كرجل دوله لازم يلبي الوظيفه نتاعو يقوم بالوظيفه الدستوريه، اذا ما قدرش نفعلوا هذه الماده، لكن هذه ما تكونش كذلك لكي ما تستثمر تكون عباره عن مسرح جديد من اجل الذهاب في مشروع جديد مثل المشاريع نتاعهم هذا اللي راح تسحب الاموال وتسحب الاهتمام وخاصة يعني تكون ما حبش نقول باللفظ البسيط، يعني مش ما تكونش عرس جديد اللي راح يدي الامكانيات ويدي الاموال الوقت على الناس ويدي كذا، لازم تكون عملية تكتيكية تقنية لا اكثر، لازم نمشي واحنا في الاصلاح السياسي العميق.
اما الدستور نعمل له نائب ماهوش مشكل، اذا يروح البرلمان هو البرلمان موجود الطاعه موجوده يدخلوا تعديل دستور يكون نائب للرئيس ويجيبوا سلال هو القائم ولا واحد من الرجال نتاعهم يكونوا نائبوا خلاص الامور تنحل، لكن ما نقدرش نحلوا المشكل الاساسي وهو العداله الاجتماعيه والعداله السياسيه. هكذا بن بيطور سنيد بن بيطور يا لا سلوين الحكومه يقارب اللي ماشي الحكايه في بوتفليقه برك، قال العباد اللي نقيس خد من نيس اللي قيم من سمان تنس ورفض التغيير، رفض التغيير وخصنش التغيير يا خلاص، لا التغيير السلمي لا الامن لا السلس، وخصنش التغيير خصنا تقييم الاحوال امكننا. بس اذا انسان مستفيد من النظام ومستفيد من هذا الهيكل السياسي او السلطوي ما راحش يتغير، علاش؟ هذا بالنسبه هو مرتبط ارتباطا عضويا بهذا، عنده وراه مافيات وراه وشركات وربما عبر القارات في فرنسا، في المنتخب الفرنسي، في المنتخب تاع الترابندو تاع البازارات تاع القمح تاع السكر تاع، يعني نحكي بالكلام باش المواطن البسيط يفهمنا. اي بالضبط. من الصعب نغير النظام يعني مافياوي يعني مثل السرطان داخل المجتمع الى اخر 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 بيت يعني ويمتص بالخيره تاع الشعب، هذا واضح. مش هذا مش نغيروا هذا النظام، لازم يا اما اراده شعبيه قويه مش يكون سلس ما تكونش عندنا ثورات، يعني مش ما ندخلوش في الموجات اللي فيها كثير من التجارب للاسف الشديد ليبيا عندنا سوريا عندنا. اي صح. بوش عندنا هذا السيناريو هذا مرفوض. طيب ماكش هذيك التغيير العباده الجمعيات السياسيه، الجمعيات الاجتماعيه، المجتمع المدني، الاحزابيه، الناس ممكن نقارن ذي الجزائر الاكاديميين هي الاساتذه الجامعات، ماكش هذيك يعني الاشتراك ذي بعض راس الكل وهذيك الخارطه باش نقل الجزائر سي المرحلتين غير مرحلتيش ماكش. لا ملينو يخذ النخب الحاليه الموجوده حاليا، هذه النخب للاسف رهينه الظروف. أيه؟ الظروف انا نظن كل واحد يربي ابنه من اللي راح يولد يعني واللي راح يروح يدرس في المدرسه ولا في الحضانه ولا كذا يربيه على الاسس الحقيقيه الجزائريه الوطنيه النابعه من القيم الاسلاميه كما جاء في بيان الثوره الجزائريه. يعني لازم نبنيو جيل جديد بالتربيه بالمساهمه، لازم يكون تضحيه، ما يكونش يكون من بلاتفورم يعني تكون ارضيه قاعده اساسيه باش نبني عليها الجزائر الجديده. يعني بعد شيء احنا نعتمدوا على الجزائر بعد جيل جيلين يعني ممكن حتى بعد 50 سنه ربما اذا اصلحنا المنظومه الاسريه ورجعنا الى 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 الى, إلى سنه الله ورسوله. اما مش نعتمدوا على هذه النخب الحاليه اللي مرتبطه بمصالح ولا على ضغوط ولا اصبحت رهينه اللعبه السياسيه ولا والصفقات التجاريه، صعبه هذه. راكم تفهموا واش نحب نقول. نعم الشكر ذا مقرر سي رمضان، بارك الله فيك سي رمضان. رمضان اوراق سلوان المركز الوراثي للدراسه سي ولايه ثلاثه اذن سي اوكرانيا. وراد نمشي نتفصل ذي الجوان بين الموضوع. أرحب سي عبد الحميد شيبا الناشط الميداني سي الجزائر. سي عبد الحميد نبدا نفصل متى الناس علي بن فليس اسلوين الحكومه الجزائر يقارب اللي ما تشهده البلاد اليوم حاله شغور حقيقيه للسلطه، ما ترينك ذي متى ينا علي بن فليس؟ استاذ عثمان السلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبا. نشوف خير في الاول استاذ عثمان. يعني إيمان شيخ في السلطة، السلطة يعني وغير شيش تنزول السلطة يا مش تيش المجموعة، السلطة يا ذي المجموعات لاباس وتبني ذي العباد وكل يعني ذي مسؤولين ذي مسؤولين ليس ييلان ذي السلطة نيغي ييلان ذي المعارضة. أيوة العباد وكل ذي المسؤولين في الوضعية اللي أنا نشنين تعشي تيميرا. نعم. سواء السلطة يعني في الاستبداد نفس الجمعة تشيرين في الديمقراطية ذنتي انتخابات النزيهة، سواء المعارضة، المعارضة إلا أن غرس المصالح ذات خمام في المصالح الآنية والمصالح الشخصية. مكشي اللي يتشخ الأستاذ أوراق يعني غرسن ارتباطات مصلحية لدينا غرسن ولاش المعارضة يعني غريمين ونظريش يعني ونعان ونظريش يعني المعارضة إلا يعني غرس المشروع حما يبان، المشروع ذي الفايت الأمة، المشروع إلا نبي بناء الجيل ده جديد، إلا نبي خمام في الجزائر مليح. باش ننتقل المعارضة يعني تصريحات إنسان رني المواقف إنسان يعني يا يعني إما تنطلق يعني في حالات نفسية معقدة في بعضهم
نيغ المعارضه الا تروسي. ولكن سي عبد الحميد وانت نجم، سي عبد الحميد وانت نجم انك التعميم ربما البعض يعني ماشي المعارضه كل يعني وتخش التغيير والسنشا بريد يعني ماشي كل يعني يعني المعارضه الا سميتي ميرا ولا أيه. يعني الا سبان يعني سبان ذي الاعلام ولا ورعان ولاش المعارضه الجديه يعني أيوة. المعارضه الا حقيقه تنقص البرنامج النس وتخدم في الناس وتواصل من الشعبي للقواعد يعني مش ننتقل سواء يعني تنسيقيا القطب يعني غريميرا ونظرش الاثر نسن يعني على مستوى الولايات يعني ولاش نهني القرنس يا عبد الحميد قرنس وثلاثة ينك ربما التلي تصحيح إذا النظام مثلا يخص التغيير يمر المعارضة وتنجمش باش تلقى التغيير والنظام ويقبلش الرايشت يقارض ويض الراي اللي أنا ذي نقل الجزائر في المرحلة ذي غل معرضيشت ذي مثلا العرض اللي نغري لكن الأحزاب معارضة كل أمك تثري شك في التنسيقية أن بعض الأحزاب قارن غرنا الصعوبات المقرنين باش نلقى التغيير لأن النظام لا يقبل التغيير البن شخص النظام يعني أيه؟ النظام تاخذ السلطه ارني المعارضه يعني السلطه قلت لكم تغيير يعني نعم هي ما الا السلطه تقوم تغيير ونهنين والقدير مش والقدير مش خلطا هذا هذا في الاليات التغيير يسمى المشكل في السلطه ارني ذي في النهنين اثنين نعم. وبنجي منش طيب متى ذي متى الحل متى ذيقن متى ذيقن سي عبد الحميد نشنين فريهن مرتي عدان مكشايخي الأستاذ عثمان كمان مرة في نشنين قار لازم التواصل أيوة. المرتي عدان نهني الغريم يرى قين الاقتراح نسن الفترة الانتقالية ينين أيوة. الفترة الانتقالية ونستعرف في الانتخابات الرئاسية يا وقومان استعرفن باللي فياد السلطة الواقع ميران لان وخير ما نقيم نتمجذاب هما نجيب ذي بعضانا أنه غير في البرنامج لان يمكن ذي سرق الجزائر في الإزمان اللي انت في اللذيذ وبالتالي السلطة في نورمال واش متقبلش الفترة الانتقالية قادنا أهبت أهوة تشكسي الكرسي ونستعرف شي السك صار واحد يتزايا غير ناغ أسيدي وغنتوش نفاتح المرابية يتمنى تحت الاقتراحات نسمي يعني ذي سقنين الغلو يعني مبالغة يعني إيه نعم ديس نقولوا المعارضه داني تقترح الغاء الفتره الانتقاليه يعني الغاء الانتخابات الغاء المؤسسات الدوله الغاء كلش ونلقى الفتره الانتقاليه ونتشنين اللي قن الدستور التوافقي واش كما عليش الواحد ما تخزات تزيد رواح يعني تشنين سمحت العقليه الجزائر وتقول شي نسل الكرسي طيب يمر انه ثلاث الفراغ غير القرن الفراغ الدستوري ذي الجزائر ماشي يعني السنايا برك قسلني يروح غير فالدو غراس يروح بوتفليقه غير فالدو غراس ونهين ثلاثين ذي ثلاثية لابد نروح نطبق المادة 88 الدستور خاطر هذه المادة تثلاث في العجز تثلاث في الوفاة تثلاث في المرض إميرة المنصبية وليش قرن الشغور ذي رئاسة الجمهورية مكشا أن نفصل هو ثلاثية الأحزاب الجمعيات للناشطين السياسيين باللي ثيذ الوقت باش نروح نطبق المادة والله استاذ عثمان ديما غريش الاول يعني هني ايه. الميل لغ المعارضه وخصنا الفيت الامه ايه سيا اسمى هذا خصنا ذكن الازمه درني مثلا الازمه هني نسرنين مين خصنا ذكن الفيت الامه لازم مجملا اولا لازم ذكن جبهه الخلاص الوطني وين لازم لا يمنو كل ساعة وذا ملاي من كل السرق ما تغرس البرنامج ونتشخص غير في الانتخابات الرئاسية نتشخص البرنامج الاقتصادي البرنامج الاقتصادي مي لا غير انك سويشت والنوع انك ألف والنوع الباون هنا كيف كيف ما غير انك ألف وفي الأمان صحيح. ولكن هنا غريميرا نظرش البرامج نسن غريميرا تصريحات سياسية غير هنا مرتبطين غير بالانتخابات الرئاسية وهذا الرئيس ضامري وهذا الرئيس ولاش وهذا ولكن من يروح البرنامج الاقتصادي نسن من يروح البرنامج الاجتماعي نسن من يروح المواقف نسن القضايا الكبرى للأمة ولاش غابن طيب متى في التنسيقيه وثلاث في التنسيقيه للتنسيقيه الانتقال الديمقراطي للحريات متى يعني مكش تقيم هذا النشاط النسن تيقن الاجتماعات تيقن المؤتمرات اللقاءات يعني نقرا البيان النسن تثلين في السياسه مكش نيق الخارطه باش ننقل الجزائر لمرحله ثيشت يجيني مرا شن مؤتمر ذي الطارف تثلين في الجامعه السياسيه يعني عبد الله جاب الله يحضر حمروش يحضر بن بيطور يحضر يعني رؤساء الاحزاب وتثلين في النشاطين النسن باش ذيقن نقل الانتقال الديمقراطي شيء جميل شيء جميل يعني نتمنى وعني تيقاوسي وين التريمان تشغل الكل ورا في الوتلاوات يعني لازم ادركن لازم تسمغ القواعد للشعب يعني نهدي نغريمي راه ورعان كم ندير الوتلاوات ودركين ايه
لازم تنطلق انا دسم غير الامه ان ونروح انه غير ما هم قوش غير الانتخابات البرلمانيه المسبقه في الشروط الا مبانن وفي الشروط المعقوله في الميكانيزمات الا نضمن ولو نسبه كبيره من الشفافيه وانه غير باش نتغيماش ونتغيماش مكش قنديل العسكر يتراوح في مكانه يعني صحيح وانما يقوم نجي نقوم انا ذا الفن ويا يقوم انا ذا قبلا ونقيم جنين نتفوات الفرصه في الامه والمعركه توقرا تقول شكرا خبر الاستاذ عثمان الصناطي الحلف الاطلسي اجتمعا وقال بلي انك 11 اجتماعيين وثقافيين ونشني نجربيه ماكش كاين القاعده اجتماعيين وثقافيين ماكش كاين المدرسه القران ماكش نروح للبرامج التربويه ماكش 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 يعني المعركه توقرا تقول يعني طيب بما بالنسبه للنظام قارب لي نتشي نخسر نيق التغيير لكن انطلاقا من المنطلقات اللي عندنا انطلاقا من القواعد اللي نمنوا بها يقولوا مثلا شنين نو 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 غرنا غد الدستور نشكم المشروعيه وكم يمه يجي من راي راينكم نخسر نيق مره المشروع النووي غير البرلمان يعني مكش نفهم هي المشروعيه بعد ما الناس استاذ عثمان يعني ان شاء الله ان شاء الله نتمناو ان الرئيس الجمهوريه ايه؟ الجماعه اللي نيف يعني وتقنش الابزيما يا الخطوه اللي انت خطيره جدا هذا وين تغيير الدستور غير البرلمان نيميرا الا البرلمان يتشور نتاع حساسين البرلمان الجهلاء وذكرينش حتى لحتى الدستور وسينش متى المواد وسينش يعني ما كاين يعني هضروح يعني البان يعني انه خدم الموش في صالح الجزائر. اميره سرب من ثلاثه يا سعد الحميد. الا انا ذيك تغيير الدستور. سرب من هنين سرب من له ثلاثه باللي ويحيى يقال خدم ثنس اميره يوي الاستشاره ثيا غير الرئيس عبد العزيز بوتفليقه يزريهم بوتفليقه اميره قرص اوي المشروعيه غير البرلمان باش هذيك المصادقه والسلام. يعني الحقيقة شنو نتمنى يعني لأن رئيس الجمهورية على كل حال مهما يكون التجاذب السياسي والاختلاف السياسي والآراء سيظل المصلحة الكبرى للأمة وماش زويد البرلمان هذا يفهم متى إلا تغيير الدستور نتمناو يعني بكل يعني إن شاء الله رب العالمين في هذا وذي طروحاش غير البرلمانية لازم هذه يحب سيميرا الدستورية وماش الأولوية تغيير الدستور وما إلا تشخن في العهدات انتهت والعان العهدة يعني والأجل بيد الله تبارك وتعالى العهدة نستين والعان ونزلي باش غير تغيير الدستور انك التوافق الاجتماعي وانك البرلمان صحيح الا ناس مثلا الممثلين الحقيقيين للامه اللي عادلين ذي المستوى التضحيات من الشعب الجزائري من صور التقديم في صور التجديد ذي التطلعات النسيميرة ومعليش انك مرتك تغيير الدستور في البرلمان معليش بارك الله فيك سي عبد الحميد روحني ميراغ جزيل شكر لك سي عبد الحميد شيباني الناشط الميداني نروح ميرا غير الفاصل القصير ونول
نرحب بكم ورعاد نتوثلاي في الدخول الاجتماعي ورعاد نتوثلاي في الحواريه اللي قارن النقابات هي قارن باللي الحوار يوذي نجحش. اذا حكومه عبد الملك سلال ذي القطاعات خاصة قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الأشغال العمومية، قطاع العدالة. الصناطي طيب لوح وزير العدل يسرب هثليف باش ذيقن الإصلاحات من جديد ذي القطاعية، القطاعية ذن مهم جدا ذي الجزائر قرينا قطاع العدالة. لكن اللي نتبع سياسة الجزائر شؤون سياسة ذي الجزائر قرن هو ثلاثية نسلا إس سي 10 سنين سي 8 سنين سي 7 سنين وهنين تثلاثية في الإصلاحات هي أذريق من جديد منظومة العدل منظومة التربية. لكن للأسف هذه الإصلاحات ما تزال رهن الأدراج لحد الساعة، إصلاحات تأتي بإصلاحات أخرى مثل ما يقول هؤلاء الذين يتابعون شؤون السياسة. أضرح بغسي نوفل شكاوي اللي هو عضو لجنة الدفاع عن البطالين. نوفل يعني ضعنا في آخر صورة حول نشاطات اللجنة، لجنة البطالين. ألو تفضل نوفل. أنا سألتك على لجنة سألتك على لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، هي ما هي آخر نشاطاتها؟ هي عندنا إن شاء الله 7 في الشهر هذا المصاب في الدخول الاجتماعي وقفة احتجاجية. أيوة. على مستوى معظم ولايات الوطن، وهذا لتفكير السلطة بالوعود نتاعها، الوعود الجوفاء لحد الآن لم تطبق. مثل ماذا الوعود هذه؟ مثل ماذا من هذه؟ احنا اللي خصنا هو ملف التشغيل، وهذا ملف التشغيل احنا سمعنا من السيد الوزير الاول وعود لاطلاقها، قالت احنا راح نقضيو على البطاله، ولكن احنا يعني لقينا التعليمات نتاعو اللي صدرها مثلا للولات والناس المعنيين بهذا الملف كيما حبر على ورق هي ماهيش قاعده تطبق. طيب ماذا عن عقود ما قبل التشغيل؟ مثلا انهم يتكلموا على انشاء اقطاب صناعيه وكذا، ولكن احنا هنا قاعدين نراو جل المستثمرين عندما يتقدمون بملف لانشاء مصانع تصادفهم البيروقراطيه. طيب نوفل، ماذا عن عقود ما قبل التشغيل؟ الامر نفسه مع لجنه البطالين؟ نفسه، احنا في الان في ضد اقامه تحالف مع عقود ما قبل التشغيل لانهم ما نعرف عندهم مشاكل على مستوى القياده تاعهم الله اعلم، ولكن هم اتصلوا بنا في بعض الولايات وقال لك ننضموا ونديروا انشاء حلف لنكويو الصفوف نتاعنا ونحطوا ارضيه مشتركه بيناتنا. طيب ماذا عن هذه الارقام؟ الوزاره وزاره التشغيل سربت ارقام تتحدث ارقام كثيره كبيره عن انهم وفروا مناصب الشغل للكثير من هؤلاء عقود ما قبل التشغيل والبطالين في الصحراء، يحكيوا ايضا في بعض المناطق البعيده. احنا نتحداهم هذه الارقام انهم يترجموها الى ادله، احنا عندنا ادله تثبتهم يقولون ارقام، ولكن احنا عندنا ادله ماديه ملموسه تثبت انهم لحد الساعه لم يوصلوا الى القضاء على البطاله 1%. لكن باش يقضيو على البطالة نوفل لا ما نقدروش نقضيو على البطالة، حتى الأمريكان وعندهم البطالة، فرنسا عندهم البطالة، الدول الكبرى عندهم البطالة، يعني الجزائر ربما تعمل باش تخفف من نسبة البطالة، هذا هو المطلوب يعني. ولكن احنا عندما نرى تصريحات السلطة الجزائرية هي تقول لك احنا عندنا نسبة البطالة 9%، وكي نرجعوا للواقع نلقاوها مغاية، ونسبة البطالة في الجزائر هي 90%، احنا مش باش نقضيو ولكن نقلل. طيب ماذا تفعل هذه طيب ماذا تفعل هذه المكاتب؟ المكاتب اللي الدور نتاعها هو تشغيل الشباب خاصة في المناطق هذه البعيدة اللي مثل ما نقولوا احنا عمق الجزائر. أغلب المظاهرات والاحتجاجات هي على هذه الوكالات، وكالة التشغيل مثل الأسبوع الماضي كان في احتجاج على وكالة التشغيل في ورقة لجنوب الجزائر. وش تعمل الوكالات هذه؟ لكن هذه المكاتب ما عندهاش الشفافية. أنت كي تقدم للمكاتب تقول أنا لم تعطيني عروض من المؤسسات، ومن بعد كي تخرج تلقى أن هذا اللي ظفر كما نقولوا لهم هذا العروض قاعدة تقدم تحت الطاولة. يعني ما فيش شفافية. بالتالي تعجز هذه المكاتب. احنا لو رجعوا للصيغة القديمة اللي هي صيغة التشغيل التعيين المباشر بدون لجوء إلى هذه المكاتب. ولكن كيف تتم هذه الطريقة نوفل؟ مباشر عن طريق اختيار الكفاءة، عن طريق الكفاءة، أي شركة دون اللجوء إلى هذه المكاتب، لأن هذه المكاتب أثبتت فشلها وأثبتت أنها هي السبب الرئيسي في التلاعب بملف التشغيل. طيب نوفل خلينا نفتح. لا نرمي الحمل مثلا على السلطان، قلت مثلا رئيس الجمهورية والوزير الأول، ولكن حتى السلطات المحلية والولاة راهم مشاركين في هذه الجريمة. طيب نوفل نرجعوا من جديد
المقترح اللي هي الحكومة تزال تقترحه، خاصة المناصب اللي هي في المراكز الأمنية، في الدرك الوطني، في الشرطة، ربما في الجمارك أيضا، بالنسبة للجيش. هل ما زالت هذه العروض موجودة ولا فقط للإعلام؟ استهلاك الإعلام لا أكثر ولا أقل. حتى السلك الأمنية هي خاضعة للديمقراطية والمحسوبية والجهوية، وكما نقولوا احنا عندنا هنا العروشية. الدولة الجزائرية راهي مبنية على ديمقراطية كبيرة، سواء في الأسلكة الأمنية أو الأسلكة الأخرى. لكن هم ما عندهمش مانع أنهم يشتغلوا هنا في هذه المناصب. لا، هناك الأغلى السواد الأعظم يقول لك أنا يعني أنا يعني يقول لك الأمن، سلك الأمن هو واجب وليس عمل. لازم نفرقوا احنا في التسمية. أنت هناك طموح شاب عنده مثلا 19 سنة هو يدرس، راهو بان حياته على طموح عنده أنه يولي مهندس، أنه يخترع، أنه كذا وكذا وكذا. تجي أنت تحب تدخله في متاهات أخرى. الآن احنا نشوفوا في الأسلاك الأمنية أنها ولات عقلية خبزيست، راهي ما نقدروش ممكن حتى نواجهوا بها المخاطر الدولية، لأن اللي قاعدين يدخلوا ماهمش قاعدين يدخلوا على قناعة لحماية الوطن وغير ذلك، هم قاعدين يدخلوا على قناعة الشهرية وتكوين المستقبل. طيب بالنسبة للجنة الدفاع عن حقوق البطالين، وسائل الإعلام كانت تكلمت أنه صارت مخترقة، صارت فيه مشاكل، سوء تفاهم، سوء تنسيق بين المكاتب الجهوية والمكتب الوطني. يا هنطر هذه المسألة اللي يحكيوا فيها في الإعلام صحيحة ولا لا؟ هي لا، باش نقول لك ما كانش مشاكل، هي تكون مشاكل في أي تنظيم، ولكن ليس بالصورة التي يصورها الإعلام تاع الاختراقات وتاع كذا كذا. وحنا راح نخرج جلسات هذا إن شاء الله باش نثبتوا أننا بعيدين كل البعد على هذه الأقاويل التي جات تصدر فيها بعض وسائل الإعلام اللي عندها أهداف مغرضة. وين راح تسوي التجمع هذا نوفل؟ وين راح تسوي التجمع هذا نوفل؟ احنا عندنا التجمع بإذن الله على الأقل 19 ولاية، عندنا ورقلة، عين البيضاء، في أم البواقي، قسنطينة، بجاية، جيجل، سمع أن معظم الولايات راح تتزامن خروج تحمى بعضهم. يعني في نفس التاريخ، في يوم 7 سبتمبر. في نفس التاريخ، وحنا لحد الساعة رانا في تنسيق مع بعضنا وفي اتصالات مع بعضنا الليل مع النهار. طيب ماذا عن الامن؟ ربما يقول لك انت ما عندكش رخصه وانت تساهم في الفوضى، ولا بد لك من تصريح من الامن حتى تكون دير تجمع مثل هذا. لازم نجاوبوا بحاجه واحده. الامن احنا كنا في حال طوارئ، الان وانا ماناش في حال طوارئ، والمطلب نتاعنا مطلب شرعي، واحنا دعاة حق ولسنا دعاة فتنه. طيب لكن هما دائما يقولوا احنا الدوله حريصه على توفير الامن واستتباب السلام والاستقرار، يعني بعباره اخرى حتى هذول اللي يطالبوا حقوقهم حسب اللجنه لازم يعملوا مع الامن. يعني قال بان انا حاب نعمل تجمع فلازم تترخص لي. هل انتم قمتم بالخطوات هذه ولا لا؟ لم نطرح عليهم. لماذا نطرح علي اصلا؟ ما نطرحش علي المساله هذه، بعيده كل البعد، انا في التنسيق معهم. يعني ما لازم نزيد نقول له واحد خدم معايا وما بقاش. لكن هم يقولوا هكذا، يقولوا يعني دستوريا انه الدوله تحترم حريه التعبير، حريه الراي، حريه الاعتصام والتظاهر، خاصه اذا ما كانش في العاصمه، خاطر العاصمه يقولوا انه فيها حاله الطوارئ ما تزال مفروضه. لكن بالنسبه للمناطق الاخرى يقول لك اعمل تنسيق، اخبر تسمو وسائل الامن، الامن، اجهزه الامن، حتى يعطوك رخصه انه انت تعمل هذا التجمع. لكن انا مسؤول عن التجمع هذا وانه ما يتنفعلش الامور، يعني الناس اللي راح تشارك راهم واعيين، هم راهم مش المره الاولى اللي راهم يقوموا باحتجاج، احنا معينهم باللي ما تنفعلش الامور. ولكن في مساله اللي قاعد تقول فيها حنايا، قلت الدستور واضح وصريح، نعم. كل مواطن حق في التظاهر، انا ما نقدرش نعلمه وهو ديجا عنده الاجهزه نتاعو اللي على بالها وراهي قاعده تترصص الحركات. طيب نسأل الآن ربما آخر سؤال حول هذه المشاريع اللي نسمعها كثير، المشاريع الرئيس، وأنه كثير من الشباب استفادوا من هذه الوكالات، وكالات التشغيل على مستوى الولايات، وربما حتى الديون هذه عبد الملك سلال قال ربما ننظر أنه ما فيش داعي يعاودوا يدفعوها الديون هذه أو القروض هذه. يعني ترى الخبر هذا صحيح ولا لا؟ هو هذا كلام شائع. على أول ما هذه الحقيقة ما يقدرش هو يتصرف فيها، لأنها ماهيش أمواله الخاصة باش يقول لك أنا نسمح فيها، هذه أموال الشعب. هذه النقطة الأولى. ثاني حاجة، هذه تأكيد رغم قضينا على البطالة وقضينا، هي اللي قلت لك راهو كلام للاستهلاك الإعلامي، والاستهلاك الإعلامي الخاص الخارجي باش ترضى علينا القوى الأخرى. الآن هما هنايا رانا قاعدين نشوفوا في الداء
الدعوة من الأسوأ من السيء إلى الأسوأ. ما كانش حاجة قاعدة تلوح في الأفق، مشاريع تنموية الصفر، ما كان الصفر. وما يكتبوا في الصحف هذه الأيام فاتورة الاستيراد أكثر من كلش، رغم أن الجزائر عندها ثروات طبيعية هائلة تقدر تنطلق منها في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي. ولكن لا، احنا ماشيين بسياسة الغرض إلى الأمام، لازم يشاركوا الشباب باش يقدر يقضي على ملف التشغيل هذا، لازم يشارك الشباب أفكارهم لأنهم هم الأداة بالواقع نتاعهم، ليس هو ولكن الشباب هو اللي أدى بالمشروع اللي راح يخرجوا اللي راح يساعدوا واللي يقدر يربح منه ويحقق الفائدة له وللمجتمع. طيب نوفل، حتى يعني نختم الحديث والمشاهد يشوف معنا الآن، ياه انت كم تقدر انت خاصة كأنت عضو فاعل قيادي في لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، كم هي النسبة اللي تعطينا إياها على استجابة للتشغيل؟ يعني الحكومة إيش هي النسبة انتها بالضبط اللي استطاعت أن توفر بها مناصب شغل في رأيك انت نسبة التشغيل؟ لحد الساعة على حسب معلوماتي اللي قلت لك النسبة كبيرة لا تتجاوز 2%. نسبة التشغيل هي 2% من كم؟ عدد البطالين مثلا؟ اللي قلت لك 90%، هما قاعدين يقول لك 9%، انا نقول لهم 90%. لان معظم عقود هذوك الادماج راهم يعتبروا نفسهم بطالين، ويعتبروا هذيك الاجره اللي تقاضى الله راهي منحه شهريه للبطاله. تقصد الناس اللي ياخذوا المنحه تاع الشبكه الاجتماعيه هذوما يعتبروا كذلك بطالين؟ بطالين الان حنايا، هل هذه المنحه تاع الشبكه الاجتماعيه تضمن له العيش الكريم؟ وحنايا الان البطاطا ولات ب 8000، مستحيل هذه السبعه راهي ما وصلتش حتى لمنحه بطاله. طيب سي نوفل بارك الله فيك، استفدنا من نوفل انه عضو، هو فعلا عضو لجنه الدفاع عن حقوق البطالين، وقال انه عندنا تجمع سينظم في السابع من هذا الشهر، الشهر الحالي 7 سبتمبر تقريبا، في يقول في اغلب مدن الجزائر، من اجل اعاده النظر او اعاده النظر في هذا الملف، ملف البطالين، ومحاوله الاستجابه لمطالبهم التي يرونها مطالب مشروعه منذ سنين. هذه المطالب مطروحة خاصة على وزارة التشغيل. بسماعنا لنوفل مشاهدينا الكرام، أشكر أيضا السادة رضوان أوراق، رمضان أوراق، سلوي المركز الوراثي لتثلاثي نغسي أوكرانيا، وسي عبد الحميد شيبة الناشط الميداني سيباتنا. لن نجي ونغسي بوزيد يقدم الاعتذار النس باش يتشاركش هسا، ممكن إن شاء الله الأسبوع الجاي يشارك معنا. بقوا على خير.